بهذه المناسبة نحن نعلم أبناءنا العادات، ومن ضمن هذه العادات أننا نقرأ جزء من البرداء وجزء أيضا من ابن مهيب وجزء من الهامزية للشيخ البصيري. بهذه المناسبة أيضا نقيم العادات التي نألفها في هذه المدينة ويألفها جميع أبناء رؤوس المدينة. نحن نعلم أبناءنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيرضعونها منذ صغارهم، فيمشون معه ويحاولون أن يقلده في سائر حياته. اللهم شفعه فينا بجاه عندك يا الله. اليوم نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحكي مدائح دينية في هذا المولد الكريم.